إلى المركز الأول ونتابع الصدارة ومن تتصدر هي ملامح محمد بن بطحان بن قران المنصوري اللي بقى على المقدمة، بينما المركز الثاني الخوارة سيد خليفة سالم بن خلفان بن راشد الشعبي، والمركز الثالث يا السلام هي العصرية عبد الله بن أحمد بن عود الرميثي، والمركز الرابع في هذه المنافسة ما شاء الله خوارة خليفة بن سالم بن خلفان بن راشد الشعبي أيضا في هذا التحدي وفي هذا المساء. إذن هنا على المركز الخامس نعود مباشرة مع محن أحمد بن خليفة الرجيد السويدي، والمركز السادس بجنيم في المركز السادس سالم محمد بن طالب بن عقيل. يا سلام بجنيم يحتاج إلى بيج أدفانس وبيج انتصار هناك على المركز الأول. المركز السابع نعود مباشرة للمركز السابع العنود علي بن صغير بن حمد العويسي، وفي المركز الثامن دخول من العزرة هلال بن سالم بن عاطي الحميري، بينما المركز التاسع فرحة سعود بن ناصر بن حمود بن شافي الهاجري، وعلى المركز العاشر هناك الإثارة من غزلان سعيد بن عامر بن سالم المغيري. هذه الأسماء أيضا من خلال هذه الانطلاقة التي تبدأ في هذا الاندفاع وتبدأ في هذه اللحظات. إذن هنا المقدمة والعودة إلى مقدمة الشوط مباشرة. يا سلام أول 2 كيلو في هذه المنافسة المسائية التي تحمل هذه البداية. الله 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 نعود للصدارة والانطلاق الأول، وأيضا هنا ملامح على المركز الأول راسم الملامح من البداية محمد بن بطحان بن قران المنصوري، والمنافسة في المركز الثاني هي الخوارة خليفة سالم بن خلفان الشعبي، على المركز الثاني المركز الثالث تدخل من العصرية لعبد الله بن أحمد بالعود الرميثي. يا سلام نحن مع العصرية وجونا عصري وذا المساء عصرا. يا سلام هنا مع المركز الرابع مباشرة إلى رهف الاعتيج بالصلف بن ثاني الفلاسي اللي يبدأ أيضا في هذه الانطلاقة. هناك على المركز الرابع وجود محن أحمد بن خليفة الرشيد السويدي، والمركز السادس هي بيج نيم سالم محمد بن طالب بن عقيل المري الذي ينطلق أيضا مع هذه الأسماء الغربية، بينما المركز السابع وصلت هنا في المركز السابع لمسة علي بن خليفة الرشيد السويدي، والمركز الثامن دخول من سياقة في هذه أو سياقة لمسفر بن سالم بالقوبع المنصوري، وعلى المركز التاسع دخولنا من انطلاقة العنود علي بن صغير بن حمد العويسي، والمركز العاشر هنا في هذه اللحظات هي غزلان سعيد بن عامر بن سالم المغيري. هذه الأسماء ما شاء الله والإثارة، وإحنا نعد المراكز ونعد هنا التوجه بعد أن قطعنا 3 كيلو مترات في هذه الانطلاقة التي تبدأ هنا من خلال هذا المسار والمتابعة التي تبدأ. هنا العودة إذا من خلال هذه المنافسة التي نتابعها في هذه اللحظات وهذه الانطلاقة. هنا في الصدارة تغيرت الأمور، بدلت المواقع الصدارة والخوارة تصدرت خليفة بن سالم بن خلفان آل شعبي الذي أطلق أيضا الخوارة على المركز الأول، ومحنة واصلة محنة واصلة أحمد بن خليفة الرشيد السويدي. ما شاء الله في كل هذه الأسماء كل هذه الإثارة كل هذه التحديات على أرضية هذا الميدان. المركز الثالث ملامح في المركز محمد بن بطحان بن قران المنصوري، نقول هناك من الغربية أيضا القديم ما شاء الله وغياثي بالذات، بينما المركز الرابع العصرية عبد الله بن أحمد بن عود الرميثي، وهناك بيج نيم الضيف القادم أيضا من ميدان الشحانية سالم بن محمد بن عقيل المري بشعار البرنس القادم أيضا للمشاركة، بينما المركز السادس وأقول مع المركز السادس فقط للتذكير 1200 وصلنا أيضا إلى نقطة النهاية، وأعود إلى المركز السادس وأكمل مع لمسة علي بن خليفة الرشيد السويدي، والمركز السابع يا سلام فرحة سعود بن ناصر بن حمود بن شافي الهاجري، وسياقة على المركز الثامن لمسفر بن سالم بالقوبع
المنصوري في هذه المنافسة. هنا الأسماء الأولى والتحدي. شوفوا هذه المقدمة، شوفوا المقدمة وشوفوا ما تحمل أيضا من رباعية على المركز الأول. ملامح الصدارة، ملامح بن قران ما شاء الله مسيطر على الموقف ومؤكد أيضا أن قادم إلى هذا الميدان تحفة الميادين ليسجل الانتصار ويعلن هنا النجاح في خطف هذا الشوط. بينما المركز الثاني تحرك عبد الله بن احمد بن عود الرميثي مع العصريه مع المركز الثاني، وبيج نيم في المركز الثالث هنا في هذه المنافسه مع سالم محمد بن طالب بن عقيل المري. هذه الاسماء الثلاثه الاولى التي تنطلق هنا، ونقول وين السلام؟ السلام وين؟ منافسه هناك تبدا، ملامح مسيطره، ملامح وهناك ايضا المقدمه والبدايه الاولى. رسمت ملامح المنافسه من اول انطلاقه، من اول نداء يمكن عدينا ملامح المركز الأول في هذه اللحظات. محمد بن بطحان بن قران المنصوري، والمركز الثاني هي العصرية عبد الله بن أحمد بالعود الرميثي. يا سلام في هذه اللحظة والختام، أقول سلام يا غياثي، سلام، سلام يا الغربية، سلام، ما شاء الله وتبارك الله. ملامح إذن تختم نهاية هذا الشوط. محمد بن بطحان بن قران المنصوري، سلام، سلام يا غياثي، سلام. المركز الثاني لأحمد عبد الله بن أحمد بن عود الرميثي هي العصرية. المركز الثالث بيج نيم لسالم محمد بن عقيل المري. المركز الرابع محنا أحمد بن خليفة رشيد سويدي. والمركز الخامس هي فرحة سعود بن ناصر بن حمود بن شافي القحطاني. هنا المتابعة، هنا اللحظات. نعود بالتوقيت الزمني من خلال هذه الانطلاقة، إذا 7 دقائق 40 ثانية، 13 جزء من الثانية هو التوقيت الزمني. محمد بن بطحان بن قران المنصوري، تهانينا والناموس على هذه الانطلاقة ما شاء الله. وسلام يا غياثي، سلام. المركز الثاني كان من نصيب العصرية عبد الله بن أحمد بن عود الرميثي مع العصرية، 7 دقائق 42 ثانية، 8 من الأجزاء من الثاني. والمركز الثالث بيج نيم في المركز الثالث إذا سالم محمد بن طالب بن عقيل المري اللي وصلت في المركز الثالث. نشوف توقيته الزمني في هذه اللحظات، أيضا وصولها إلى خط النهاية، 7 دقائق 45 ثانية، 13 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.